عليكم حرب شباب، معكم شركيال وشركيكي، ونجي لكم فيديو جديد. طيب شباب، اليوم راح نجرب لعبة شادو اوف وور، او فيكم تحكوا لها شادو اوف موردر الجزء الثاني. طبعا من زمان اللي مشترك من قناتي، من ايام لما كان عندي 7000 ولا 8000 مشترك، راح تتذكر اني سويت فيديو على الجزء الاول لها، وكان سويت عنها فيديو لاني من جد حبيت اللعبه وحبيت اسوي عنها فيديو. بينما حاليا معظم فيديوهات اسويها الفتره الاخيره يكون طلب ريفيو من شركه، يعطوني لعبه يحكوا لي احكي رايك بكل صراحه وهيك. فهاللعبة الجزء الثاني كمان من شركة وطلبوا مني أسوي ريفيو عنها وأعطيكم رأي عنها، بس من جد متحمس لها كتير لأنه من زمان ومختم الجزء الأول. ولو هاد راح أورجيكم الحين الجزء الأول بشكل جدا سريع، شوفوا معي. هذا الفايت اللي أحكي لكم عليه، شوفوا كيف طيب. فهذا كان من 4 سنين على ما اظن شادو اوف موردر الجزء الاول، والحين عندنا شادو اوف موردر الجزء الثاني، او اسمه تغير، صار اسمه شادو اوف وور. طبعا اللي يعرف افلام لورد اوف ذا رينج طلع منهم 3 اجزاء تقريبا، هي نفس عالم لورد اوف ذا رينج، نفس العالم نفس كل شيء، بس قصه مختلفه، قصه فرعيه عن قصه الفيلم. فقصه الفيلم كانت خرافيه، وقصه الجزء الاول اللعبه خرافيه، فاكيد الجزء الثاني هذا هو شادو اوف وور راح يكون شيء جدا جدا رهيب ومتحمس. للحين ما لعبت فيها اي شيء، فخلنا نفوت نلعبها مع بعض، نجرب اللعبه. وكمان مرشح هاللعبه بشكل جدا كبير انها تكون لعبه سنه، تكون لعبه عام 2017. ما في شيء لحد اللحظه ينافسها بشكل جدا قوي. الجزء الاول كان راح تفوز بلعبه السنه، بس تفوقت عليها اظن وقتها لعبه ذا ويتشر، تفوقت عليها، والاثنين من نفس الموزع، فيعني تقريبا يعني ما صار زعل بيناتهم. الاثنين شادو اوف موردر وقت ذا ويتشر، الاثنين من نفس الموزع اللي هو وارنر بروز، فوقتها فازت ذا ويتشر. يعني الشركه لعبه من شركه تنافس لعبه من نفس الشركه، عشان تعرفوا قد شركه وارنر بروز الالعاب العابها جدا خرافيه. فالحين راح نفوت نجرب شادو اوف وور المرشحه تكون لعبه سنه، ونشوف ليش الناس كتير قاعدين يحكوا انه هاي راح تكون لعبه سنه، نشوف من جد معهم حق ولا شغل اي كلام. طيب الحين اول مره ادخل اللعبه، اول شيء اكثر شيء عجبني التعريب، معربه بالعربي اللعبه، واللحن شيء جدا خرافي. فيلا بدأ لعبة جديدة. مستوى الصعوبة متوسط، وخلنا على متوسط، خلنا على متوسط. وبدأنا. هاي تكملة الجزء الأول. الجرافيك شيء خرافي. طبعا اللي ما يعرف قصة اللعبة او شو اللي قاعد يصير، هاي الشخصية مثل مات، ومثل هو معاقب انه يموت، ما فينا يموت، فبضل عالق بين الحياة والموت، فينا يكون انسان وفينا يتحول لجني او شيء من الكلام. فبالفايتنج شيء جدا خرافي، لما تقاتل احيانا تقاتل وضع الانسان، احيانا تتحول وتقاتل وضع الجني. اللعب فيها كان جدا حلو بالجزء الاول. وقصة الخواتم الخمسة ولا سبعة على ما اظن، هاي خواتم اللي شاف اي فيلم من افلام لورد اوف ذا رينج راح تعرف قصة الخواتم، هاي خواتم ملعونة او شيء من الكلام. هاد هو وهاي شخصيته الجني، الجني يكون مثل واحد ثاني مو هو، بس يتحول لجسمه وشيء من الكلام. وقصة عميقة بشكل جدا جدا خرافي، والجرافيك شيء خرافي. يعني من الحين لسه ما لعبت قاعد اشوف انه فعلا يمكن تكون لعبة سنة، لان تذكرت من القصة قديش خرافية، والحين الجرافيك جدا متقدم. هو كسر الحاجز بينه وبين الموت اظن او الروح. ناس نهايه الجزء الاول.
هاي زوجته اللي ماتت. Let's leave this place. We can go. What's the name? What it is? Wow, والله شيء شيء حلو. The Wraith calls to you. I call to you. Wraith! تعال 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 هلا. طبعا هدول مو بشر، هدول البحر، هدول اورك مثل جنس وحوش او شيء. بلع هون شرحوا لك كل شيء. اوكي فينا نط من هون؟ خلينا نشوف. اوكي واو واو، اقسم بالله انه خرافي. طب اخوي تعال معي هلا، ليش عالق هون؟ شو اللي صار فيه؟ والله الفايتنج خرافي نفس الجزء الاول. مو هي روح الثانيه للشخصيه؟ ليش علقانها؟ من شوي كانت معي. والله يمكن من نهايه الجزء الاول. من اولها بس فايت على طول هيك؟ والله من اولها بس فايت. لا شكله مزه فايت. You will return him to me now. لا 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 تقتله لا. ها هو مثل الروح الثانية اللي كان الجزء الأول كل شوي يتحول بيناتهم. You are brave. For a man. But it is not your sword that will save him. بدها الخاتم مقابل تحرر الروح الثانية أو الروح الجنة. الخاتم ما أعرف هو شيء جدا قوي في قصة لورد أوف ذا رينج. هم خمس خواتم على ما أظن. لا لا لا، شو قاعد يصير فيه؟ حكيت له من شوي انا لا اتعامل الا بالحقيقه، يعني ما راح تكذب عليه. اوكي لا والله ما كذبت عليه. ايه
رجعوا اندمجوا مع بعض. واو واو. War you came to fight is not here. The ring is lost. Look, Minas Ithil, and the Dark Lord's armies that surround it. Look to the Palantir, Sauron, until all of Middle Earth is dominated. Okay, هاد كل لعب نطلع الانترو. هلا الحين اللعبة جد. نستعمل الروح نشوف كل شيء بمخه. انا تلف موردر 1. عرفنا انه هاد كوماندا لازم نروح نقتله عن طريق مخه. اوه تفجير. واه اوكي. ضغط باستمرار على ارتو للتصويب. حلو تمام. سلو موشن. ابلع 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 ابلع. ما ماتوا. هاي جبتهم هيد شوت. شو الظلم. تمام فجر البرميل. مع السلامة. ايوه ما شافوني صح. ما شافوني. يموت بعضا بهالبساطة. محصن ضد السهام. نقتل اللي حواليه بعدين نقتل هاد. بعده على البنت دي. مات. حلو والله المنزل معاي ذبحته. Why are you out here alone? My raiding party was trapped in the lower city overnight. How many of you were there? Not enough. Well, Minas Ithil still stands. We're about to lose the middle city, Ranger. They'll be closing the gate if they haven't already. Wait. What is your name? Idra. Talia. Don't fall behind, Talia. We've lost enough men today. Yalla, ya Idra. Wrak, ya Idra. Thank you.
قاعدين دفشوني احنا مع بعض يا شباب. اسرع منكم انا سبحان الله، فجأة كلهم صاروا اسرع مني. هم البشر عم يسكروا البوابة. قالت لك ادخل على الجيت، شو الفلسفة؟ روح الوحش. والله كتار. واو، مرة ثانية بديها مرة ثانية. كيف؟ هولد مربع اظن. ايوه لا لا هيقتلوني. متت صح؟ لا متت. نو 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 مت. شو اللي قاعد يصير الحين؟ ما متت. حلو. ايوه هاد خرافي. عندي قد ما فيني. هاي علامة العين او شيء من الكلام، علامة الشر او هيك شيء. بدنا ندمر الابراج تبعه. خليني بروح وضع الجني بشوفها. اي والله موجودة. طيب كيف نروح الحين؟ ننزل تحت على ما اظن. اقفز هنا. فيني ينطى؟ اي اظن فيني ينطى. ايوه والله ما في شيء ما فيني اسويه. هيا نطهرها. واو طهر. اوكي بتصير فيني اشوف منها كأنها كاميرا. والله شيء خرافي. شو هون؟ هون لا هون. هون ايوه هون لازم نروح. ايوه خلي صاحبه يقتله. ايوه تمام كمل عليه. مات. تعال انت. شو اللي وراي علق؟ اوكي احكوا لي لو مت وين برجع. ايوه رهينه. لا رهينه. ايوه رهينه رهينه. اوكي ناخذ رهينه ثاني. نقتلهم عباره عن هيك واحد واحد. ايوه هاي اللي قاعد احاول اطلعها من الاول. شو هالشيء اللي على الارض؟ انا عم يضربوني ولا عم يضربوا؟ هاد ما عندي سهم. طب اطلع لك تعال. ما عندي سهم بس نسيت ان فيني اطلع اي شيء بدي اياه. انت اللي قاعد تضربني من الصبح يا كلب. تعال. لا شغل اذا من قريب اوكي بس صار معاي. ايوه ذكرت الحركه من الجزء الاول. يصير معاي صح ولا يهرب؟ لا اظن اتذكر يصير معاي كان. ليش هم خلوه يهرب؟ اظن بس اطورها يصير معاي. خلاص
أظل هون خلنا نوقف، صار الفيديو طويل زيادة. فبس رح نوقف الفيديو هون يا شباب. شكلي رح أضوع وقت جدا جدا كبير عليها اللعبة، شكلها من جد جدا جدا خرافية. اللي لعب جزء الأول تقريبا هي تكمل اللعبة، مو تقريبا هي تكمل اللعبة، تكمل القصة وميكانيك اللعب نفسه، مع أنه متأكد في أشياء كثير ومزودينها بس للحين ما شفناها، اللي هي مثلا بين شخصيتين تحول كل شوي، كل الروح له خاصيات وجسم بالانسان فينه يقاتل. فنفس ستايل الجزء الاول، مع ان الجرافيك احلى من الجزء الاول بكثير، ومو بس الجرافيك، الجزء الاول كان المكان نلعب فيه على حسب ما انا شايفه مكان كله عباره عن رمل وجبال، بينما هون داخلين بمدينه. فلما انا لعبتها كلها رمل وجبال تحس الجو شوي كئيب، بينما هون تحس جرافيك جاي على ستايل ذا ويتشر شوي من الطبيعه وهيك. الحين شفناه بمدينه بس شفنا اول شيء كاتسين كان انهار وطبيعه وشيء جدا خرافي. فان شاء الله لقدام بتختيم اللعبه راح اشوف اشياء اكثر من هيك. فايه هاي مجرد تجربه للعبه، اتمنى تكتبوا لي في الكومنت اذا ما كنت لعب اللعبه شو رايك من اللي شفته، واذا كنت لعبها ومخلصها بدون حرق اكتب لي رايك وانطباعك عن اللعبه، وهل بتظن تستاهل لعبه سنه او لا، لانه كثير ناس مرشحينها هاي راح تكون افضل لعبه لعام 2017. والحين انا قاعد العب، قاعد اشوف صاحبي رغيد ليكو كاتبين انه قاعد يلعبها، صار له اسبوعين ما قاعد يلعب الا هي، ما قاعد يدخل غيرها، فشكله من الناس اللي ادمن عليه، هو ادمن على الجزء الاول والحين الجزء الثاني. فايه هذا الفيديو شباب، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى ان تعملوا الفيديو بزر اللايك واكتبوا لنا في الكومنت متى ما قلت لكم. وبس كان معكم شركيال وشركه كيش، كيف الثاني ان شاء الله، مع السلامه.